بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد يا أحبابي، سوف أتحدث معكم عن تفسير رؤية الولد الصغير في المنام. إذا رأى صاحب القرب ولد صغير في منامه فذلك بشرة لفك كربه وزوال همه. أما إذا رأي الطفل الرضيع في المنام فهي إشارة له لسعة الرزق والبركة. وإذا رأى الحالم إنه يحمل طفلا صغيرا فهي رؤية طيبة تشير إلى مكانه عالية وتجارة مربحة ومال وفير. أما إذا رأى الشخص في منامه طفل يبكي فهي رؤية غير محمودة تشير إلى الصعوبات التي تواجه الرائي في حياته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولنا لقاء آخر إن شاء الله في تفسير جديد ورؤية جديدة. معكم أم الصابرين لتفسير الأحلام. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد في تفسير جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله أعلى وأعلم.